مصر هي الدولة الوحيدة المستقرة حتى الآن، شايفين اللي بيحصل في تونس وشفنا اللي بيحصل في سوريا وحصل في العراق وشفنا اللي بيحصل في اليمن، مصر مستهدفة. ما حدث الآن أن احنا تقابلنا مع السيد وزير الخارجية والأهالي كلهم، احنا مش بنتحدث باسم حد، الأهالي كلهم تقابلوا مع السيد وزير الخارجية النهاردة. هناك ما فيش هناك وزارة خارجية، ما فيش هناك مكتب دبلوماسي يتكلموا، ما فيش دولة. التفاوض مع القبائل العشرية، القبائل العشرية، طب القبائل العشرية عايزين إيه؟ طبعا يقول لك ده داعش، ده مليونير مش عايز فلوس، طب عايزين ايه؟ لحتى الان لم يوضحوا مطالبهم وايه سبب اختطافهم للهؤلاء. لكن احنا بدانا نستشف كناس مثقفين في البلد ونتكلم، وانا بعلن على البلد ان وراء هذا مخطط لضرب استقرار مصر، مخطط الاخوان، التنظيم الدولي للاخوان. الاخوان هنا يعلموا مدى العاطفه للمصريين تجاه ولاد بلدهم، وعارفين الناس دي على اتصال باحمد قذافي الدم. انا بتهمه شخصيا، كنت لسه بتكلم احمد قذافي الدم، طلع مع وائل الابراشي في حلقه فيها نوع من انواع الفساد، وطالب مصر اقول وضحوا موقف الراجل ده قاعد في مصر ليه. راح يقول لي وائل ابراشي انا والدي كان مصدوم، انا والدي ما فيش حد من حكام العرب الخونه وقفوا معاه، والدي كان اتقتل علشان كان بيبشر باسلام في افريقيا وقدر ان هو يخلي يدخل المسلمين 15 مليون. قال هذا الرجل كذاب، حتى لو ابوه كان بيعمل كده فوق دماغنا اذا كان بيعمل بالحق. وبعدين رجع يقول ايه، لان ابناء داعش دول لهم مطالب، ابناء داعش لهم مطالب، لا ده انت بتدافع عن اللي بيحصل بقى في ليبيا. فانا بقول اربطوا يا جماعه ما بين وجود احمد قذافي الدم واللي بيقولوا اللي قالوا هاتوا حلقه وائل ابراش واللي قالوا اول امبارح مع ما يحدث في ليبيا، تعرفوا ان في مخطط هنا لنقل اخبار مصر هناك، وفي لينك. بتهم ايضا مكتب الارشاد اللي كان موجود ما زال يعمل، المرشد موجود في سجن بس مكتب ارشاد الاخوان بيعمل، لان في لفظ اتقال ما كانش بيتقال الا من الاخوان اللي هو اتقال عليهم، قال عليه 27 دول النصارى الصليبيين، دي كانت بتقال جوه مصر. واتحدى اي حد في الاعلام يكذبني، كان بيتقال على المسيحيين النصارى الصليبيين. هنا انا بتهم مكتب الارشاد الاخواني والتنظيم الدولي للاخوان، واحنا بنطالب احنا بقى عايزين ايه بقى؟ معلش دي احد اهم نتائج الاجتماع مع وزير الخارجيه، اهم النتائج مساعد وزير الخارجيه، مساعدين، اثنين مساعدين، انا اسف، الناس كلها اجمعت، وكان معاه الدكتور نجيب جبرائيل والاستاذ رضا وكل الناس كلها، الناس كلها اجمعت على حاجه واحده، ان الخارجيه لم تؤلى جهدا، ما سابتش جهد، شغاله بس للاسف ما فيش مكتب هناك دبلوماسي ولا في وزاره خارجيه مع القبائل العشريه، عشائر القبائل هناك، هناك لهم مطالب، لهم فلوس، عايز اي حاجه. مصر مستعده تضحي باي شيء عشان خاطر، قال كده السيد وزير الخارجيه، قال كده، قال مستعدين نضحي بنفسنا عشان يرجعوا، وقال السيد الرئيس نفسه مهتم شخصيا.